نستكمل الموضوع اللي احنا بدأناه المرة اللي فاتت. اذا ما اتفقنا حضرتك ان احنا بنحاول نعمل عملية لينك او عملية تقريب المسافة ما بين الطب اللي هو القديم او الطب اللي بيسموه الطب البديل وما يعرف حاليا بالطب المبني على الدليل او الطب الغربي الحديث. الحقيقة يمكن لما حاولنا ان احنا يعني ندور في العلاجات الموجودة اللي هي القديمة المتعرف عليها والعلاجات الموجودة في تراثنا الحافل، ان احنا يمكن من اقدم الحضارات في العالم، 7000 سنة حضارة كفراعنة وتاريخ اسلامي وتاريخ فرعوني. فوجدنا اولا بالنسبة لي زيت بذر الخص كالمنتج الاول اللي احنا بنتكلم عنه ان هو يعني له برديات وله يعني مدون في تاريخ ان هو له تأثيرات على الاعصاب وعلى النوم والاسترخاء، وكان يستخدم من ايام الفراعنة في هذا الامر. طبعا عشان احنا نعمل اللينك لابد ان احنا نمشي بالطرق المتعارف عليها حديثا في الابحاث. فتمت الاول الدراسة الكاملة اللي هي بتبدأ في مرحلة ما قبل الدراسة الكلينيكية على حيوانات التجارب، وتبيننا اولا ان دراسة السمية الحادة ان هو ليس له اي سمية حادة، يعني يمكن ان بتاخد الجرعات عالية جدا جدا ما بيموتش الفران. دراسة السمية التجارب يعني فراد التجارب طبعا دراسة السمية المزمنة، وهي طبعا انك بتديه فترة طويلة قد تصل الى سنة وتشوف تأثيراته على الأعضاء المختلفة برضو للحيوان، تجد ان هو الحقيقة لم يعني يؤثر اي تأثيرات سلبية على الحيوان، وتأثيراته بعد كده اللي هي العلاجية. طبعا هو يمكن احنا عملنا الكلام ده هو اوفر الكلام ده انه يتعمل، لان المفروض ان هو يعني حتى في الـ WHO وفي الـ FDA بيقولوا ان هو هي المنظمات الحاكمة اللي هي لها يعني تأثيرها الدولي والعالمي على يعني صناعة الدواء وعلى الابحاث العلمية، بتقول لك ان هو طالما النبات يوكل يعني بيسموه edible plant يعني نبات بيوكل، ليس هناك ما يبرر انك تعمل هذه الدراسات. احنا معانا برضو الورق اهو حضرتك مش كده؟ دي الورقه العلميه المشهوره في المجله اللي هي المجله العالميه للطب الباطني. فزي ما قلت لحضرتك نستكمل ان هو يعني من الممكن احنا كنا نجري على تجاربنا على الانسان على طول، لانه طالما اصلا هذا النبات يوكل فما فيش ما يبرر ان احنا نعمل تجارب على الحيوان. لكن رغم هذا احنا برضو علشان نضرب مثل ان احنا بننتهج الاسلوب العلمي الكامل، عملنا بعد كده تجارب برضو على الفيران، ووجدنا ان هو بيعمل يعني اثار مهدئه واثار كمان يعني الهدوء للالم، الهدوء اللي بيحبسه الخص ده هل بيبقى بيأثر على النشاط الحيوي العام للجسم ولا ما هي زي ما اتفقنا حضرتك المره اللي فاتت ان هو معظم الادويه المنومه والمهدئه بيبقى لها تأثيرات سلبية تاني يوم، ان الانسان بيصحى يعني برضو تركيزه قليل، يبقى حاسس ان هو يعني مش في نشاطه العادي، تأثيرات سلبية على الذاكرة على عملية الربط وعملية الادوية الاكلينيكية. لكن الادوية اللي قصدي انا بتكلم على الخص، الخص طبعا الدراسة طبعا اثبتت ان هو الحمد لله ملوش التأثيرات دهيت ولا تأثيرات ولا حاجة ولا تأثيرات ادمان زي مثلا الادوية الاخرى بتعمل ادمان وتعود، ولا تأثيرات برضو على الذاكرة وعلى النشاط تاني يوم. طيب احنا معانا استاذن حضرتك معانا الاستاذة ابتسام على التليفون. الو صباح الخير. اتفضل حضرتك اسال سؤال. اتفضل 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 يا فندم. لا سمحت الدكتور ما بطني بتوجعني اقل حاجه لما باكل على اقل حاجه بتوجعني. السماعه مش مظبوطه بقى عشان نسمع كويس الدكتور. ماشي. بالنسبه يا دكتور لما باكل عليها بالنسبه للقولون بيجي لي اسهال على طول، اول ما باكل اي حاجه ويعني ادخل لقمه في بقي اسهال وبطني توجعني. يعني قصدي حضرتك ده على طول ولا دي حاجه يعني بتحصل في وقت معين؟ على طول كده يعني جايالي كده كده على طول. طيب بتشكو من المعده والقولون، بتقول ان هي اي اكل بتاكله بيجي لها اسهال على طول. طب هي عايشه ازاي على هذه الحاله؟ والله هو طبعا الجهاز الهضمي فيه عدد كبير جدا من الامراض بتسبب هذه الاعراض. طبعا يعني من ضمن الامراض اللي هي بتسبب هذه الاعراض
على سبيل المثال القولون العصبي اللي هو المتعرف عليه عندنا، اضطرابات الهضم، في برضو بعض الامراض اللي هي الالتهابات القولون التقرحية وخلافه. فطبعا هي الحقيقة دي محتاجة طبعا الى عمل بعض المنظار يعني. لا مش هنبدأ بالمنظار على طول، يعني بنعمل لها بعض ان شاء الله الابحاثات الخفيفة وبنستخدم لها بعض العلاجات البسيطة كده وان شاء الله تستجيب، واذا لم تستجيب بنبدأ نخش بقى فيما هو بعد ذلك ان احنا ممكن نعمل رين، نعمل الدراسات اللي هي الرنين المغناطيسي او الدراسات اللي هي المنظار ان شاء الله. يعني بس اهم حاجة ان احنا يعني برضو في الاول يكون الحالة النفسية والحالة اللي هي المزاجية تكون برضو على ما يرام، لان بعض الاحيان بيبقى التوتر برضو النفسي وبعض حالات الاكتئاب بيبقى لها برضو عامل تأثيري على الحركة وعلى النشاط بتاع الجهاز العضلي. طيب احنا معانا برضو تليفون تاني. الو صباح الخير. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. تعرف على حضرتك. معاك الاستاذة ابتسام. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي. انا والله من حوالي مدة كبيرة يعني من حوالي كده 20 سنة يعني باخد دواء سحنة كهربائية زي اللي في المخ. اتفضلي. ايوه. فطبعا نتيجة للدواء ده نتج ان انا بقى بقالي حوالي 10 سنين او 7 سنين كده يعني، بس انا طبعا ما اهتمتش بالموضوع جزء ادمان. ان انا وجبة واحدة في اليوم، الوجبة دي بتتركة ان انا ما بكونش لحوم خالص، طبعا ممكن اكون نباتية ده حاجة طبيعية خالص، بس ان انا ما بكونش خالص، ممكن يوم يعدي عليا ما اكونش غير بق مية، ما فيش غير بق مية مع الدواء بس. هو ده اللي بيحصل طول اليوم. هتقولي عايشة ازاي؟ هقولك بفرق معرفش. سمعت حضرتك قصدك في الاتصال اللي فات دول عايشة ازاي؟ انا بقى معرفش انا عايشة ازاي. لا عشان هي بتقول انا كل اكل باكله بيجي لها اسهال، فبقول لها انت طب يعني انا برجع السؤال الوجبه بقى كلها ارجع، وهي ممكن تكون وجبه واحده في اليوم وارجعها وخلاص على كده، وفوار وسيفن كده ما اقدرش اعيش من غير كده. طيب حضرتك يعني عملتي متابعه للعلاج اللي هو بتاع الشحنه الكهربائيه؟ لا. يعني بقالك كام سنة ما حصلش الحمد لله أي يعني إصابة تكنولوجية أو الأساس يعني؟ آه لا ده مش كام سنة، هو من حوالي سنة كده يعني أو سنة ونص. طيب يعني هو طبعا أنت يعني في حالة ما إذا استمرت الحالة مستقرة لمدة سنتين أو ثلاث سنين على هذا الدواء بدون أعراض الكهربية الزيادة، ممكن في هذه الحالة بيتعمل برضه رسم المخ مرة أخرى وبنطمئن على الحاله ونبدا نسحب الدواء التدريج، لان طبعا هو معظم الادويه بتاعه ال دي معظمها بيبقى لها اعراض جانبيه خاصه لو الجرعه زايده. واحنا دايما بنتابعها برضو بنسبه الدواء في الدم عشان نشوف قد ايه نسبه الدواء في الدم، اذا كانت النسبه عاليه بنحاول نظبطها. ولكن انا بقول لحضرتك يعني باطمئنان شديد ان شاء الله لو الحاله مستقره لها اكتر من سنتين بدون الاصابه بتاعه التشنجات او الشحنه الزايده، يبقى في هذه الحاله ممكن نسحب الجرعات ونقللها بالتدريج ان شاء الله بعد ما نعمل برضو نطمئن من خلال رسم المخ الكهربائي. شكرا للاستاذه ابتسام. دكتور عايزين نرجع بقى بسرعه قبل ما التليفونات. انا هحاول بقى استعرض معاك بسرعه الموضوع بتاع الزبده الخاص، لان احنا قلنا على طول بعد ما خلصنا هذه التجارب في الحيوان، وحتى في تجربه على فكره اجريت على بعض الفيران بان هي حقنت بماده تسبب الشحنه الكهربائيه زياده او تسبب تشنجات، وبعض هذه الحيوانات اعطيت الجرعه قبل ما تاخد الحقنه وبعضها ما اعطيتش الجرعه. طبعا المجموعه التي اعطيت العلاج قبل ما تاخد الحقنه تم يعني ملاحظه ان هي ما حصلهاش تشنجات. ده الحقيقه شجعنا جدا ان احنا نبدا التجربه على طول في الانسان. طبعا هو اولا اهم حاجه بالنسبه لهذه الانواع من الادويه ان هي لازم يطبق عليها طرق التصنيع الجيد اللي هو الجود مانيفاكتشرنج براكتس، خاصه ان معظم النباتات زي ما انت عارف عرضه برضه للتلوث. والتلوث قد يكون مش تلوث بيولوجي فقط مثلا بحشرات او ببكتيريا او بفطريات، ولكن قد يكون تلوث مثلا عن طريق ماده مثلا مواد كيماويه زي اللي احنا ايوه اللي هي الاسمده الرصاص على سبيل المثال والزئبق والحاجات دي كتير جدا. عشان كده احنا بننصح طبعا الساده المشاهدين هو طبعا يعني بعض الحاجات اللي بتتداول على الرصيف الحقيقه اغلبها يعني بتكون فيها عرضه لهذا التلوث، وخاصة بمادة الرصاص ومادة الزئبق وخلافه. فاحنا طبعا هو طرق التصنيع الجيد اللي هي الجود مانيفاكتشرنج براكتس، دي الطرق اللي هي متعارف بيها بالنسبة حتى للدول الأخرى عشان خاطر تستورد مننا مثل هذه الأدوية. فأولا بيراعى يعني الخلو التام، يعني بتعمل تحليل
تام يعني فيزيكال وتحليل تام للمكونات الكيماويه تشوف خلوها من اي مواد كيماويه زي الرصاص او زي الزئبق او المواد اللي هي اللي ممكن تسبب اضرار أيوة. خلوها من البكتيريا من الفطريات في نفس الوقت بتتبع طرق التصنيع اللي هو الجيد. وبعد كده بدانا نعمل التجربه على الانسان في مركزين من مراكز في اسكندريه. والحقيقه احنا اعطينا عدد من المرضى الكبسولات اللي هي فيها الزيت بالجرعه المطلوبه اللي هي الواحد جرام، ومجموعه تانية اخذت الكبسوله يعني تعتبر ايه تعتبر اللي هي بيسموها البلاسيبو اللي هي فيها نشا او فيها ماده غير حيوات اللي هي ماده غير تاثير النفسي. علشان يعني انت هنا بتحيد عامل مهم جدا وهو عمل ان الانسان بياخد دواء، انت بتقول له خد الحبايه دي قبل ما تنام ونشوف تاثيرك بعد اسبوع. دكتور عايزين ننوه على نقطه مهمه جدا ان هو الخص البلدي مش الخاص الكابوتشي زي ما اتفقنا المره فاتت. هو في عدد كبير جدا من السبيشيز او الانواع من نفس النوع من نفس الجينس اللي هو اللاكتوكا، لكن هو اللاكتوكا ساتايفا بالذات اللي هو النوع الخاص البلدي المصري اللي هو ده دلوقتي يا كابتن نسبه المواد الفعاله فيه عاليه ونسبه تاثيره على هذه الحالات كان عالي. فالحقيقه بعد ما عملنا هذه التجربه وجدنا بالدراسه الاحصائيه ان في يعني في معنويه جامده جدا او في سيجنيفيكانس جامد جدا لتاثير هذا الدواء على المجموعه اللي خدته في معدلات اللي هي السكورنج او معدلات المقاييس بتاعه اضطرابات النوم ومقاييس التوتر. احنا عندنا في مقاييس عالميه زي الليدز سليبنج سكيل وزي الستايل اللي هو الستيت ريت انكزايتي انفنتوري، دي احنا خدناها عربناها وعملنا لها بعد كده يسمى بالريلايبيلتي تيست والفاليدي تيست، يعني تحقيق نسبه اللي الصلاحيه تحديد نسبه الحساسيه بتاعتها ونسبه تحقيقها للهدف بالنسبه للدرجات بتاعتها. فوجدنا ان الدرجات المجموعه التي اخذت الدواء تحسنت جدا بالنسبه لمجال الدراسات بتاعه العشر نقط بتاعه النوم. دكتور بس سؤال مهم بيفرض نفسه برضه في نفس الموضوع، دلوقتي هو اخذ الزيت الخاص لمده سنه أيوة. اي واحد مصاب بالعرق، هل العلاج لمده سنه ده بيؤثر على المدى الطويل ولا كل لما يجي له عرق لازم ياخد الزيت الخاص؟ والله حضرتك احنا ما بنعتبروش علاج مستمر، يعني احنا مثلا الدراسه بتاعتنا عملناها دراسه بيسموها شورت تيرم، يعني احنا استخدمنا العلاج يوميا لمده اسبوع والتاثير بيبان من بعد الجرعه، يعني هو مثلا لو الجرعه اتاخدت مثلا الساعه 8 بالليل يمكن على الساعه 10 كده مساء بيبدا التاثير اللي هو المهدئ المنوم بيبدا ينام. وعشان كده الناس يعني اعربت عن ان هي تحسنت مساله النوم من اول يوم في العلاج ولمده اسبوع قعدت المتابعه في ال10 نقط بتاعه السليبنج سكيل وال20 نقطه بتاعه الستيت ريت انكزايتي انفنتوري سكيل وحصل التحسن فيهم على مدى الاسبوع الاولاني فقط. دي التجربه اللي احنا عملناها، وطبعا بعض المرضى دول ما زالوا يعني كانوا بيستخدموا وما حصلش منهم اي مشاكل، خاصه ان احنا عارفين طبعا ان هو ده النبات ده يعني ما فيش منه الحمد لله، يعني خاصه ان هو نبات بيوكل ما فيش ما يثبت ابدا ان هو ممكن يسبب اي عرض جانبيه او ادمان او خلافه. طيب ننتقل بقى الى مرحله اخرى في عن امراض شائعه في يمكن المجتمع المصري او في المجتمعات العربيه بصفه عامه وهي امراض الشرج وخلافه. حضرتك ايه الجديد في هذا الموضوع من الطب الفرعوني؟ الجديد الحقيقه ان احنا طبعا زي ما احنا عارفين بدراسه مسببات الشرخ الشرجي ومسببات المسور ومسببات المضاعفات اللي بتحصل لمرضى البواسير، وجدنا ان الافه في هذا الامر هي متعلقه بالتقلص الشديد للصمام الشرجي. التقلص الشديد للصمام الشرجي هو ده اللي بيؤدي الى اولا الالم الشديد عند التبرز، هو اللي بيؤدي الى صعوبه التبرز، هو اللي بيؤدي الى عدم الالتئام او تاخر الالتئام جدا بالنسبه للشرخ، لان هو الشرخ لو احنا يعني تخيلنا هو عباره عن قطع في المكان اللي هو او حته الاتصال ما بين الجلد وما بين الغشاء المخاطي في منطقه الشرج. لو اي جرح حصل في الجلد عندنا في جسم الانسان بيلتئم في خلال على الاقل مثلا يعني نقول من اسبوع لاسبوعين بيبدا الالتئام، لكن هناك الشرخ بيستمر شهور بدون التئام. السبب في كده هو عدم وصول الدم بدرجه كافيه نتيجه التقلصات الموجوده في الصمام الشرجي.
فاحنا الحقيقه برضو بمتابعه التراث بتاعنا من النباتات وجدنا ان هو نبات الشيح على سبيل المثال ونبات النعناع دول لهم يعني تاثيرات قويه جدا على ان هي بتعمل ارتخاء وبتعمل اذابه او ازاله لهذا التقلص اللي موجود في صمام الشرج، وبالتالي كمان بتزود تدفق الدم في المنطقه، وبالتالي بتحسن الاعراض اللي هي بتاعه صعوبه التبرز او الالم الشديد عند التبرز، وفي نفس الوقت بتزود تدفق الدم في المنطقه، فبيحصل تحسن جدا في الالتهاب. بالنسبة بقى للمواد الأخرى اللي احنا أضفناها، طبعا على سبيل المثال انت عندك برضو من قانون الأسد المعروف عندك ان في الرمان، ويمكن فيها فاكهة ونخل ورمان، يعني الرمان من الحاجات التي ذكرت بفوائدها العديدة، فوجد ان في قشر الرمان في مواد معينة بتساعد على عملية تهدئة جامدة جدا بالنسبة خاصة للبواسير، بالإضافة إلى مستخلصات أخرى من القشر بتاع اللارينج، وتم إضافة هذه المستخلصات إلى التركيبة والمرهمية، وفي قاعدة برضه مرهمية فيها مادة مخدرة على خفيف كده، وتم استخدام هذه التجربة على عدد من المرضى، والحقيقة نشرت التجربة دي في مجلة عالمية مهمة جدا أركايفوز جاسترونترولوجيا. ويمكن البحث ده الحقيقه كان من ضمن يعني العشر ابحاث الاولى في العالم اللي هي في سنه 2008 كان لها امباكت كويس جدا في موضوع الامراض الشرج والقولون. والدراسه دي الحقيقه كان يعني لما اتعملت كانت تتعامل برضو على عدد من المرضى اخذوا هذا المرهم، ومرضى تانيين اخذوا مرهم اخر ما فيهوش المواد الفعاله دي، وحصل طبعا في فرق احصائي ذو معنويه عاليه، وتحسنت جدا هذه الحالات، وكان الالتئام الحقيقه يعني برضه للامانه يعني الالتئام كان اسرع كتير جدا من الالتئام اللي بيحصل في الحالات العاديه. ناهيك عن ان طبعا العلاج الجراحي بالنسبه للشرخ الحقيقه يعني جدا هو غير يعني بعد الجراحه الحقيقه هو بيعتمد على انك انت بتقص او يعني بتزيل هذا الصمام، وده ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق هذا الصمام علشان تتحكم في عمليه التبرز وعشان تتحكم في عمليه الاخراج، وفي نفس الوقت حتى يعني عند خروج الغازات تخرج الغازات حتى بدون اخراج فضلات صلبه. فاللي بيحصل في بعض العمليات الجراحيه ان هو يعني للاسف الشديد بيبقى احيانا عدم التحكم في الفضلات الصلبه، ويبقى يعني خروج الغازات ممكن يكون مصحوب بخروج بعض فيعني نحمد الله بالنسبه لهذا البحث، وان شاء الله برضو يعني يعني لم تاخذه حتى الان شركه لانتاجه، ولكن انا لقيت ان في شركه يعني بريطانيه الحقيقه يعني يمكن لما قروا هذا البحث وبداوا يطبقوه، واحنا في مصر هنا تاخرنا الحقيقه في ان احنا نستفيد من هذا البحث. الاستاذ الدكتور مصطفى ياقوت استشاري امراض البطن العامه بكليه الطب جامعه الاسكندريه، برضو ان شاء الله مش في كل الحقيقه انا يعني كان خارج الاستاف عشان برضو نحب ننوه ان هو طبعا يعني ليس كل يعني مش لازم الواحد يكون باحث يبقى يكون في كليه الطب، يعني عشان برضو ايه نحب ان احنا ننوه يعني انا استشاري هيكون لنا ان شاء الله لقاءات اخرى مع حضرتك عن حاجات لسه ما اتكلمناش عنها، عن موضوع المناعه، عن امراض البطن العامه الشائعه وكيفيه برضو علاجها ان شاء الله. بس موضوع المناعه بعد اذن حضرتك انا يعني يمكن نص كلمه كده، يعني ده موضوع هيبقى شيق جدا لان ده برضو جاي من واقع الطب ما يسمى بالطب النووي، لان هو فيه الحديث الشريف الصحيح عن الحبه السوداء وانها علاج لكل الامراض الا السام، واحنا بدانا كمان نحط جنبها بعض الحاجات الاخرى المبنيه على الدليل الاحصائي او الدليل العلمي السليم ان هي بترفع مستوى المناعه بتاعت الخلايا اللي هي الناتشورال كيلر سيلز. لاي سن لاي سن واتعملت التجارب على هذه النباتات الحقيقه وجدنا الحمد لله تاثيرات ممتازه جدا على تقليل فترة الإصابة مثلا بالبرد، يعني دور البرد العادي ده إذا كان مثلا هيتاخد المتوسط بتاعه مثلا هياخد 6 أيام، تم تقليل المعدل بتاع الست أيام ده مثلا إلى 3 أيام أو الأربع أيام في المتوسط بالنسبة للمرضى اللي هم أخذوا هذا الدواء. طب إحنا إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله على حسب ظروف حضرتك هنبقى نتكلم باستفاضة عن موضوع أو أمراض جهاز المناعة وكيفية الوقاية منها. شكرا لحضرتك على هذه المعلومات القيمة، وصباح الخير. صباح النور.